ثلاثة أو أكثر، حوالي 5 سنوات. رئيس مجلس أعلى الشباب ونشوف يعني تواصل مع سلابي الحيوي ومصطفى وغيرهم مع فكان عمي سليم من عند عمي محرز هذا الوسام، واللي هو وسام للجزائر في الحقيقة. وهو بادرنا بتأسيس فريق شبهة البوليزاريو، كان عمل نحن مع فلسطين اليوم وغدا، ونحن مع الصحراء الغربية اليوم وغدا. كبيرنا يردد ذلك ويقتنع به ويصر عليه، وصغيرنا كذلك يرضع ذلك من نعمة أظفاره ويردده ويصر عليه، وهو ذلك موقف لا نحيد عليه. الرمزية الكبيرة قلت هي رمزية ثورتنا الإنسانية، والذي كان فيه العنصر الشبابي، وهذا هو مصدر الإلهام بالنسبة لنا ومصدر تمسكنا بالمرجعية بالنسبة لنا. بمناسبة 3 نوفمبر وهو ذكرى اندلاع الثورة المباركة وذكرى يوم الشباب الإفريقي خاصة وتضامنه مع الشعب الصحراوي المناضل، أقول أبنائي وإخواني، أقول للشعب الصحراوي طيبا، الغريب سيطلع، الغريب سيخش، سواء كان في الصحراء الغربية وفلسطين. نسجل عليه الوقت هذا، البراني يطلع برا، الأجنبي يطلع، ما يبقى إلا فرد الأحجار. ثورة فاتح نوفمبر هي التي استلهمت منها كل حركة تحرر، استلهمت منها النضال والتضحية. هذه الثورة التي سقيت بدماء شهداء أكثر من 1.5 مليون شهيد، ثورة وصلت تضحياتها وأعمالها الجبارة إلى كل حركات التحرر وكل شعوب إفريقيا، وإلى الشعوب في آسيا وفي أمريكا اللاتينية. إذن نحن نقف اليوم على مشارف الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، هذه الذكرى التي تعتبر في الحقيقة درس لكل الشعوب ولكل حركات التحرر.